اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء، حيث قررت الحكومه تمديد فتره العمل بالاجراءات الاحترازيه المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى، عملتي الدار البيضاء والمحمديه واقليمي النواصر ومديونه واقليمي برشيد وبن سليمان لمده 4 اسابيع اخرى، تبتدئ من يوم الاحد 22 نوفمبر الجاري على الساعه 9 ليلا وفق ما افاد به بلاغ للحكومه اليوم السبت. وأكد البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا. وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عملية التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. غادي نعود البلاغ بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا في هذا البث المباشر، حيث قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى، عملتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليم النواصر ومديونة وإقليمي برشيد وبن سليمان لمدة 4 أسابيع أخرى، تبتدئ من يوم الأحد 22 نوفمبر الجاري على الساعة 9 ليلا وفق ما أفاد به بلاغ للحكومة اليوم السبت. وأكد البلاغ أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا. وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عملية التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبع لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا أي كوفيد-19. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونتلقى إن شاء الله في بث آخر.